مساء الخير من جامعة سيدني. مرة جديدة وفي أقل من 3 سنوات يعود بنا الحنين، يعود بنا الشوق إلى هنا بعدما كنا البرنامج السياسي الأول الذي يجمع لبنان الاغتراب بلبنان المقيم. أستقبل في هذه الحلقة من جامعة سيدني لنضيء على التحديات والهواجس من هنا معالي الوزير زياد بارود وزير الداخلية اللبناني السابق. مساء الخير مع الوزير، أهلا وسهلا فيك. أستقبل الأستاذ أنور حرب ناشر ورئيس تحرير جريدة نهار صادرة في أستراليا، أهلا وسهلا فيك أستاذ أنور. أستقبل الدكتور البروفيسور فادي أبو داغر غصين رئيسة المؤسسة اللبنانية الأسترالية، مساء الخير بروفيسور، أهلا وسهلا فيك. أستقبل الدكتور جمال ريفي عضو المجلس الاستشاري لوزير الهجرة لشؤون اللاجئين. أستقبل الأستاذ المحامي فادي الزوئي وهو رجل أعمال ورئيس غرفة التجارة والصناعة في ملبورن أستراليا، أهلا وسهلا فيك أستاذ فادي. أستقبل السيد داني جعجع الرئيس السابق للجامعة اللبنانية للمغتربين، أهلا وسهلا فيك أستاذ داني. وأستقبل السيدة بيتي هندي رئيسة جمعية بيت لبنان العالم، أهلا وسهلا فيك ست بيتي بأستراليا، أنت والوزير بارود يعني جيتوا زوار إلى هنا. وأرحب بالسيد حسين الحاج ممثل حركة أمل، أهلا وسهلا فيك أستاذ حسين. بدي أشكر بداية فريق الإنتاج والإعداد، يعني سيد محمد زكريا اللي تابعنا على الإنتاج والإخراج هنا في أستراليا، وزميل فيليب أبو زيد، وبداية لبنان الرسمي والحضور في أستراليا، تقرير فيليب أبو زيد الذي رافقنا في هذه الجولة هنا ميدانيا وإعدادا من أستراليا. أنشئت السفارة اللبنانية بأستراليا عام 1968، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم تعد أستراليا أكبر مركز لتجمع اللبنانيين الفاعلين سياسياً من الخارج. فهل سيحق لهم المشاركة بالانتخابات المقبلة؟ مهاجرين الجداد حتى ما في حماس، يعني بيقولوا لك أنا تركت لبنان لأني ما بدي أشتغل بالسياسة ولا بدي أسمع هيدا. فيها بس نحن كأستراليا يعني تسجل أكثر عدد من المغتربين للصوت. في عنا بالإنصلية العامة هلأ 38,700 ملف، وهي أكبر عدد لملفات بأي بعثة بالعالم. دايماً في هالتواصل بين لبنان وأستراليا. المغترب فيه يشمل اللبناني مع الجنسية واللبناني بدون الجنسية، يعني اللي فقد جنسيته مع الزمن أو ما كان حاصل عليها، ولد بالخارج ولم يحصل على جنسية لبنانية لسبب أو لآخر. أما المقيم اللبناني المقيم خارج لبنان فهو لبناني ولكن مقيم خارج لبنان وترك لبنان، هاجر لبنان ولكنه بعده محتفظ بهويته. وعلاقتنا الدبلوماسية والسياسية مع السلطات الأسترالية كتير ممتازة، وخصوصا زيارة الرئيس فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان لأستراليا بنيسان 2012 كتير شجعت الشخصيات الأسترالية إنها تزور لبنان. نحن بسيدني أرسلنا 2664 طلب للتسجيل للاقتراع في الخارج، قبل منهم 2605. طبعا بما أنه بكل دائرة انتخابية لازم يكون أقل شيء 200 اسم مسجل، فتقلص العدد مع الأسف وصاروا بس 1999 شخص لبناني غير مقيم موجودين بسيدني وجواره، هن اللي إلهم حق بس بالانتخاب، موزعين على 4 أقضية، هن البترون، المنيا الضنية، صغرتا وطرابلس. في منهم إجوا هجرة أولى، والهجرة الأولى اندمجوا كليا مع الأسترالية وصاروا أسترالية حتى أسمائهم تغيروها. أما لدى السؤال عن سبب قلة أعداد اللبنانيين المسجلين بأستراليا نسبة لعدد الجالية اللبنانية فكان الجواب: أعتقد أن اللبنانيين الغير المقيمين الموجودين في هالولاية هيدي ما كانوا كتير مقتنعين بأنه رح يصير في انتخابات أولا في لبنان، وإذا صار في انتخابات في لبنان ما رح يكون لهم دور فيه. طبعا
طبعاً تبعنا بالأرقام يعني نوع من الهواجس صح التعبير التي تعيشها الجالية هنا من حيث الأرقام من حيث العلاقة بلبنان. وهنا أبدأ مع زياد بارود وزير الداخلية اللبنانية السابق، تأتي إلى أستراليا مع الوزير، يعني ماذا يعني لك هذا الاقتراب وكنت أول من أدخل إلى الانتخابات حق اللبناني بالانتخاب في الخارج؟ وفعلاً هذا الحق ما دخلته، كرسناه. نعم، هو حق دستوري انه كل مواطن طالما معه الجنسيه اللبنانيه، طالما مثل ما قال الأنصل من شوي ميز بين من هم من اصل لبناني ومن هم بعد معه الجنسيه اللبنانيه، طيب هول الاشخاص ما زال نحن بننتخب بلبنان على مكان القيد مش على محل الاقامه. شو بيمنع انه على محل القيد وين ما كنت مقيم بالعالم تقدر تمارس هذا الحق الدستوري؟ بس هيدي بدها اجراءات عمليه. هذا اللي دخل بال 2008 نعم بالقانون اللي انعمل، القانون 25 يلي بعده قائم لحد اليوم، ويلي للتذكير كنا وضعنا اليته المتكامله مع الوزير بطرس بالهيئه الوطنيه لقانون الانتخاب 2006. ما كرسنا بس المبدا، دخلنا بالتفاصيل وما تركناها بمرسوم لمجلس الوزراء. كانت بالقانون تفاصيل اقتراع غير المقيمين، سميناهم غير المقيمين، لما نقول مغتربين، لان المغترب يمكن يكون فقد جنسيه. ولكن اللبنانيين غير المقيمين بيقدروا ينتخبوا مثلهم مثل المقيم في لبنان لما كان قيدهم بإجراءات معينة ذكرت من شوي تفترض أو تشترط تسجيل المسبق. نعم. يعني ليه تسجيل مسبق؟ لأنه ما فيك تتركها مفتوحة إنه واحد يختار آخر لحظة إذا بيقترع بالخارج أو بلبنان. وكل دول العالم اللي اعتمدت الاقتراع غير المقيمين هي دول تعتمد التسجيل المسبق أو البري ريجستريشن، وهذا اللي انعمل. أستراليا من الدول يمكن تجي بالمقدمة، لأنه من 10,012 مسجل في 3,813 بأستراليا تسجل. هلأ الرقم متواضع نسبة لعدد اللبنانيين الإجمالي لأسباب عديدة إلى علاقة بأنه يمكن كتار مش معتقدين أنه رح تحصل الانتخابات، بعتقد شعور بمحل وكان مش غلط تفكيره. نعم شعوره. ثانياً الخوف عند البعض أنه إذا تسجلنا بالخارج وبدنا نرجع على لبنان ما نقدر ننتخب بلبنان، ويمكن خوفهم كمان بمحله بدليل أنه الحكومة عندما دعت إلى أو عندما صدرت دعوة الهيئات الناخبة لم تدعو الهيئات الناخبة في الخارج، صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الداخل. بس هيدا يعني حضرتك كنت قلت أنه بيعرض الانتخابات للإخطاء. طبعاً وبعدني عن رأيي، هيدا من الأخطاء الإجرائية مثل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية يلي يعني بتعرض كل الانتخابات فيما لو حصلت على أساس القانون الحالي وضمن المهلة بتعرضها لإمكانية الطعن أمام المجلس الدستوري. طبعا رح ارجع بتفاصيل هذا الموضوع. استاذ انور حرب، هل يستحق لبنان ان تنتخب من اجله من استراليا؟ يعني بدي رايك مثل ما بنعرف انور حرب، فوت بصلب الموضوع ومعك وزير داخليه كان بالسلطه ولا يزال يتابع، قبل ما اسمع راي بيتي هندي كمتابع على موضوع الاغتراب في الخارج. انا عم معالجتي للموضوع الانتخابي تنطلق من نظره اخرى، اللي هي انه بلبنان تعودنا من 75 لحد اليوم هناك تصفية لكل الأمور في لبنان. تصفية؟ تصفية للأمور الديمقراطية، للجمالية، لمفاهيمنا الحضارية. في حروب بلبنان، كل الحروب العالم على أرضنا، بس الحرب الأشرس والأهم هي الحرب على المغترب. نحن بقرة حلوب بالنسبة لهم، وأنا أقول هنا لبعض شرائح السياسيين في لبنان، ولا أقول مثلا لفخامة الرئيس اللي حامل لواء قضية المغتربين، ولسياسيين آخرين يناضلون في سبيل حقنا، وحقنا هنا مش مني من أحد بالأساس. أستاذ مرسيل، أنا بدي سمن الدور اللي قام فيه معالي الوزير، بس بدي اطلع فيه بالعين وقل له مش قضية نصوص. نحن قوي اغترابية، نحن لوبي، نحن سوليدار حقيقي، نحن نهضة، نحن فكر، نحن اختصاص، نحن علمانية، نحن لا مذهبية ولا طائفية. هني ما بدنا هولي يبدو في لبنان. لبنان الحلم لقلنا، هذا هو الحلم الأساسي، لبنان العلماني الحضاري اللي قائم لكل شرائحه. بس بلبنان يبدو اليوم ملتهيين بأمور كثيرة. موت سيتونغ بعده طيب عندهم، شفاز دفنوه مرسال كممانعة يعني دفنوه بفنزويلا وبعده قايم عنه ما بيرضوا أنه يموت. كل القضايا موجودة على الأرض موجودة عنا إلا قضية لبنان بما فيها الجناح. طيب شو بدك؟ بكذبوا علينا، انا بقول لك شو بدي، بكذبوا علينا. بروفيسور حسين عم تسالك شو بدك؟ شو بدك؟ انا بدي حق. محمد عم ياخذ هون البروفيسور حسين سالك انا، وسؤالها كثير مبرر. انا كل شيء عم بطلب حقي،
نعم. أنا ما بدي إلا حقي، أنا بدي المواطنية تكون أنا الجناح الآخر. عندكن كذبة بلبنان مرسال اسمها الجناحين المسيحي والمسلم. نعم. هيدي ورا ظهرنا من زمان، هيدي الاستهلاك المحلي الاستهلاك السياسي، هيدي نحن الجناح. هون أنت عم تطلق صرخة ضد ما يجري في لبنان من خلال يعني قانون الانتخاب. قانون الانتخاب مش بس نصوص مرسال، مش نصوص، هل عملية التسجيل إلها عملية الإلهاء هون يعني رح أرجع لك شيخ أنور ستبتي، يعني حضرتك كشخص كمؤسسي يعمل في هذا الموضوع، عندك جواب على كلام الشيخ أنور؟ عندي جواب، أنا بأيده أنه هذا قرار سياسي بحت، أما الآلية هي موجودة وكله بيتنفس بقرار سياسي. نحن أول ما بلشنا نتابع هذا الموضوع وتوجهت لمعالي الوزير زياد بارود، أخذت عريضة لأعمل استفتاء صغير عند النواب يلي بدهم حقيقة اليوم هل آلية تتنفذ، لأنه القانون موجود موضوع. ومشينا بالعريضة أخذنا أكترية نيابية ومتابعة لقينا أنه في أطراف ما بدها تفوت على عملية الاغتراب، لأنه بحد ذاته هو صوت معتدل يدخل إلى لبنان وبيقلب معادلات. يعني اليوم إذا عم نقول نحن على 1,300,000 مسجلين بالخارج، إذا وصل 200,000 ما رح لك أكثر ولا 300,000 أنه يقترعوا مهما كانت المذاهب، هن رايحين على صوت حر ديمقراطي لا الفرد براسه ولا تنكة الزيت حقها $100. هيدا ما بدهم يوصلوا الصوت. من هون تأكدنا أنه هو قرار سياسي منا عملية آلية. مش مزبوط أنه المغترب ما بده يشارك بلبنان، المغترب خلينا نقول المنتشر والغير مقيم أكثر واحد بده. حضرة محامي الأستاذ فادي زو، عندك جواب على هذا الموضوع؟ بالإضافة وتصديقا على كلام باتي، أكيد، لأنه حقيقة النتيجة الأشخاص اللي تسجلوا الانتخابات هيدي بتعطيك أنه بالفعل أنه الموضوع كله فاشل، لانه في عندك بحدود 16 مليون لبناني منتشرين بالعالم وعندك عدد بسيط جدا. ليش بتعتقد استاذ فادي؟ انا بعتقد اول شيء منا معممي مزبوط، منا معممي مزبوط. نعم. في ناس كتير ما بتعرف الوسيله اللي بتاخذها حتى تتسجل او يلقى حق بالانتخابات، فاكرين انه اذا كان هو مواطن لبناني تلقائيا رح ينتخب، او يمكن يفكر حاله انه مسجل، بقى منن اخذين هالاجراءات اللازمه حتى يقدروا يوعوا المغترب على الطريقة وإله حق بالانتخاب. بعد ما في ناس حتى ما بيعرفوا إنه حق بالانتخاب بالبلد. بقى أنا بعتقد التعميم والطريقة الوسيلة للمغترب لا ينتخب بعد كتير راجع لورا. بروفيسور غسان، عندك نفس الشعور اللي حكي عنه الأستاذ فادي والشيخ أنور؟ يعني أرجع أسمع تعليق معالي الوزير قبل ما أسمع رأي الأستاذ داني الدكتور جمال والأستاذ حسين. أستاذ مارسيل، أنا مش عندي ذات الشعور، أنا لمسته بالمؤسسة المارونية للانتشار. صحيح. بالتسجيل، وقت بدنا نطلب من العالم تيتسجلوا، إذا تلفنا له إنه بليز جيبوا ورقكم تتسجلوا، بيقولوا لنا ليش بدنا نتسجل؟ إذا قلنا لهم في انتخاب بيقولوا لنا نحن مش معنيين، يا أخي في اقتراع ما بيعني لنا شيء أبدا. طيب نتسجلوا لأنه ديموغرافيا ضروري تتسجلوا، ما بيعني لنا الموضوع، نحن مش حنرجع بقى على لبنان. طيب بليز تسجلوا لانه في ورثه بلبنان تتكفوا الورق مشان الورثه، هون هالشغله الوحيده يلي بتشجعني تسجل. إيه؟ مشان هيك انا بدول استاذ بس مرسل. بس علاقه بالسياسه مثل ما بلش استاذ انور. فوالا انا يعني مشان هيك العلاقه بلبنان اذا صارت فيها اشكاليه، يعني بطل موضوع الانتخاب له علاقه. يعني استاذ مارسيل، الانتخاب بده يكون له انتماء، لسوء الحظ ما بقى في انتماء للبنان المغترب لبلده لبنان. هيدا هو والقصة يلي قالها أستاذ أنور مظبوطة، قصة مش بالنصوص، قصة بالنفوس. ما في شيء عم يعملوا لبنان للبنان المغترب هون، ما في شيء. بيقول له نحن عم نشجعك تتنتمي، نحن عم نشجعك تترجع، نحن عم نشجعك تعا هيدا بلدك. ما في شيء عم بيخلي إنه هاللبناني برا يحس إنه ولو 1% بعد في شيء بيعني له، إلا إذا أهله موجودين تحت، إذا عنده شيء بيربطه كعائلة بس مش كوطن. إيه. أستاذ حسين، عندك نفس الشعور؟ يعني الشغلة الإشكالية اللي طرحتها بروفيسور حسين هي والأستاذ أنور، هالموضوع الإشكالي بالانتماء هو اللي ما بيخلي الناس تتسجل؟ يعتقد الموضوع ذو شقين. شق اللي هو المواطنين اللبنانيين اللي هاجروا إلى أستراليا، وشق الشباب اللي خلقوا بأستراليا ونموا وترعرعوا في أستراليا. للأسف هذا الجيل اللي هو الأكثرية هلا بعد مهمش نهائيا. يعني حتى قانون الانتخاب اللي طرحه معالي الوزير، أنا يمكن على الهامش قبل البداية وطرحنا وقت اللي فخامة الرئيس إجا لهون ومعالي وزير الخارجية كان معه،
انه ليش المواطن اللبناني المسجل في القنصليه اللبنانيه بكل الاجراءات المطلوبه عليه انه يروح يجيب اخراج قائد ويجيب ما بعرف شو لحتى يرجع يسجل حاله كرمال الانتخابات؟ طيب القنصليه ما عندها هذه السجلات كلها؟ يعني قرار سياسي مثل ما قالت ست بيتي؟ قرار سياسي طبعا، في كل شيء في لبنان يدخل في سياسه. داني جعجع بدي ارجع لك، كنت عم بتقول اذا المشكله بالطبقه السياسيه في لبنان. قصه الانتماء للبنان، في الانتماء للبنان موجود ومية بالمية موجود، بس الانتماء للسياسي بلبنان مش موجود، لأنه السياسيين بلبنان منن عن يقدروا يقطوا الثقة للمنتشر اللبناني. يعني المنتشر اللبناني طلع تغرب وشاف، عم بيشوف غير حضارة سياسية، غير سياسي عم بيشوف، مش عم بيقدر يرجع ينتمي سياسيا للبنان. بالنسبة للانتخابات والتسجيل، استاذ زياد عم بيقول في 3000 تسجلوا اخر شيء من استراليا. انا بأكد لو الأنصلية، يعني كان في عنا الأنصل أستاذ روبير نعوم قبل، يعني بألف جهد تقدرنا سجلنا واحد، بألف جهد يعني هيدا الواحد نزل 3 مرات على الأنصلية تقدر تسجل. وقت اللي اجى الأستاذ جورج غير عمل الأنصلية بظرف تقريبا 3-4 جماع كان مسجل 2600. نعم. إنه الدولة اللبنانية نحن ما بدنا إياها تعطينا حقنا حسني. نحن اللبنانيين أكثر من اللبنانية، يعني نحن اليوم مقهورين تناخد التذكرة اللبنانية وقت اللي اللبناني اللي بلبنان عم بيطالب تاخد اي تذكرة برات لبنان. جمال ريفي دكتور، عندك نفس الشعور؟ يعني ما بتحس حالك منتمي الى لبنان، لك علاقة لازم تنزل تنتخب بلبنان او يعني للبنان من استراليا؟ يعني نفس الشعور القرف اللي عايشينه الشباب؟ والله للحقيقة الشعور اللي عندي انه لا، انا منتمي للبنان وعندي رغبة ومستعد حتى انزل على لبنان لانتخب. ما المشكلة كمان عنا بقلب البيت مارسيل؟ نحن منشرب أولادنا مع الحليب بالرضاعة، حبهم للوطن. بس هذا الشيء قال عنه أستاذ حسين مش عم بيقدر يعمله اليوم. لا، المشكلة بطريقة أداء الدولة اللبنانية باتجاهها ونظرتها للمغتربين. نحن هذا حق لأنه مش مني، بس مشكلتي أنا بالوقت الحاضر أنا بدي أفتخر بوجودي أني من أصل لبناني، بس بدي حق بسيط أني سمع صوتي بالطريقة المضبوطة لنقدر نعمل التغيير، لأن الوضع لبنان بالوقت الحاضر وضع شاذ. يعني أنتم بكون تعملوا التغيير من خلال الانتخابات؟ أكيد. بيتي هندي، كان في مشكلة اليوم عند خلينا نقول حزب معين بقول أنه أنا مش قادر أعمل الماركتينج تبعي. حزب الله عم بيقول أنا نظرا لوضعيتي الدولية ولتصنيفي بالمحلات كأرهابي أنا مش قادر أعمل تسويق إعلامي للانتخابات لإلي في الخارج. صح، هذا عم نحكي على القرار السياسي اللي وصل قاله حزب الله بمجلس النواب، ما النواب بقلب المجلس. صحيح، معروف هذا الموضوع. جينا نحن نقول ما زال ما نقول هيدا، خلينا نعمل لوبي ونحسن هيدي الصورة، مش بحرم حق الديمقراطي أنه يمارسوا أنا ويروح يسجل ويروح يسجل بالسفارات. اللي العوائق اللي عملوها هون وقت صار في قرار سياسي، صرنا اذا نقول لهم في شيء اسمه اي ريجستريشن، كان عيم معالي الوزير جاب هول سيستم هو اي ريجستريشن، التسجيل عبر الانترنت. ما رح اقول انا اي فوتينج لانه بكون صلنا على المريخ، بس يقدروا يسجلوا من خلال الانترنت. هو كتير هين، المشكلة انه هنا ما عم نعرف نحن نتواصل. ما في اليوم اذا انت بدك تتواصل بقولوا لك عم نمنع السفارات، وقت تعمم ما بتحط ورقة عباب السفارة، بتعمم بالمجالس بالكلوبات بالكنيس عند الشيوخة بكل المواقع اللي بتتجمع فيها اللبنانية. ما في مرة بولا بلد قدروا عملوا تعميم خارج انه بقولوا لك عم نمنع بالسفارات، بتعمم على البيت. بدي استاذ مارسيل اذا بتسمح لي فضل. بس لانه حكيت كلام وحكيت معه كلام خطير، بدي اعتذر من خيي فادي. حزب الله مش مسؤوليته يسوق، هيدي منطقة الدولة ضمن الدويلات، الدويلة ضمن الدولة. لا، كحزب سياسي استاذ انور عم بتقول ست بيتي طرح هذا الموضوع، بدي اسمع كمان رأي. طرح هذا الموضوع بمجلس النواب انه انا مصنف في الخارج كأني ارهابي، انا لذلك ما بقدر انا اعمل دعايه انتخابيه لإلي بامريكا، يمكن باوروبا قريبا ما بقدر اعمل دعايه، باستراليا ما بقدر اعمل دعايه. نحن وقت المفكر بحزب الله نعم. او بكل حزب لبناني اخر بنعتبر الدوله اللبنانيه شو موقفها منه قبل كل شيء. ثاني شيء، مسؤوليه الدوله بالاساس هي تسوق المشروع الانتخابي. انما انا بدي اقول شغلي حول هالموضوع اذا بتسمح لي. تفضل. عمليه الانتماء، نحن منتميين، بدنا الدوله تخلينا نشعر انه نحن منتميين لها وهي تنتمي إلنا. ثاني شيء، أنا بدي أطلع باللي عم بيعارضوا حق المغتربين في العالم، وبدي استثني الوزير ورود لأنه مهني وبامتياز، ومش نحن نمسح جوخ لأنه موجود معنا، هذا واقع. ولا بعمرك مسحت جوخ، ولا بقدر، بس بدي أطلع من خلالك استاذ مارسيل.
بدي اطلع بعينين نظرة ندية. أنا كنت بواشنطن مؤخرا، كنا اجتماع لوبي لبناني، شو رأيك بدي اسألهم لو كان في ربيع اغترابي على لبنان، في ربيع عربي يتحول إلى خريف إلى صيف إلى شتاء، سميه باللي بدك إيه. إذا عملنا نحن تاريخ حقنا ما يسمى بالربيع الاغترابي، بيمسط لبنان مثل ما كان عن يقول الدكتور هيديك الساعة. إذا انكفأنا عن الاستثمار في لبنان، بتعرف كم بليون دولار عشوائياً مش تنظيماً بيروح على لبنان كل سنة مساعدات لأهلنا، وهذا واجب علينا بين هلالين. ونحن وقت بنحكي عن لبنان مش عم نحكي عن المواطن العادي اللي هو شريكنا بالوجع، والمواطن العادي خينا، لبل هو أصبح مغترب ومهجر ومنتشر في لبنان أكثر ما نحن منتشرين. موضوع الانتخابات شغلتين، أول شغلة القانون موجود، طريقة بده يصير فيها التعميم والتسهيل ذات ست يعم كيف بده يعمموها. طيب هون مع الوزير يعني تسهيل. قدام هذه العقبات لكن عندنا مشكلتين، عم ينقال في قرار سياسي ما بدهن هالمغتربين ولا وانت ومسألة الآلية والتسهيلات. طيب انتم ما اخذتوا بالعين الاعتبار هذه المسائل؟ عندي ثلاث ملاحظات استاذ مرسيل نتيجة اللي سمعته. اولا المشكلة بتتخطى انه الانتخاب ومشاركة غير المقيمين او المغتربين، عندنا أزمة حقيقية، أزمة ثقة بين المغترب ودولته. ليك شو خطرة الأزمة مع الدولة مش مع فريق سياسي. ما شفنا وزارة خاصة للمغتربين، أنا مع أنه يكون في وزارة خاصة غير وزارة الخارجية يلي طعنا بكثير من الأمور. نحن بحاجة في مديرية عامة، بس آخر شيء صار كمان كل مرة بتكون مديرية يعني تفكر عطايفي أو عم بتحاول، بس لازم عم نعطي أولوية. إذا عم نعطيها أهمية للمسألة الاغترابية نخصص لها وزارة، عم نخصص وزارات دولي، خلينا نخصص وزارة خاصة للمغتربين. وأنا أكيد والمغتربين بمولوع، هم مستعدين بمولوع، المغتربين بمولوع. مظبوط. تاني ملاحظة، الموضوع نعم بالنفوس مش بس بالنصوص، بس هو الموضوع مرتبط بتطبيق هالنصوص. خليني أرجع لك كمان بال 2008 عندما أقر القانون، أول شغلة كانت أنه طيب نحن مش قادرين نعملها بال 2009 القانون أقر بتشرين الأول 2008. نعم. لا الخارجية مش جاهزة، بعثاتنا مش جاهزة، أجلوا لنا إياها. فكانت أول دفشة 2013. يمكن بمطرح اللي وافقوا على هالقانون قالوا لك ماشي هلأ منوافق تنشيل هالمطلب عن كتافنا، بس بكرة بال 2013 بطير. يبدو أنه رحنا بهذا الاتجاه. الأكثر من هيك، مشروع الحكومي اللي هلأ مستقيلي، مشروع الحكومي بآخر لحظات المناقشة يبدو على طاولة مجلس الوزراء بالقانون انتقلوا إلى 6 مقاعد للمغتربين بدون تفصيل، مناصفة ما بنعرف كيف راح تصير بأي دوائر بالعالم. ومش هذا مطلب بعتقد الاغتراب، إنه هنا عملوا بدنا نشارك يخدمون بالداخل. ثالث ملاحظة، هذا الصوت الاغترابي صوت متحرر، هذا صوت ما بينضبط. إذا بدك رأيي ليش مش هالقد موافقين على ما بيقدروا يضغطوا عليه، ما بينضبط بسهوله مثل الميركور بيزبط، ما فيك تتاكد مسبقا كيف نمط تصويته، مشان هيك كثار ما بدهن اياه. مزبوط تقنيا. مزبوط الكلام الاساسي اللي قاله الوزير، يعني مزبوط حطيت اصبعك بالجرح. هذا صوت متحرر. مزبوط. واكثر من هيك تقنيات، ما حدا يخبرني انه التقنيات المشكله، عم بحكي انه في ناس هن خارج لبنان مش طبيعي يتسجل منهم 10000. وعلى كل حال حتى لو ال 10000 تسجلوا، من واجب الدولة اللبنانية تنظم انتخابات لها 10000. بعد بريك الإعلاني سأعود لحتى نسمع بعد في رأي الدكتور جمال يمكن تعليقا والأستاذ داني والأستاذ حسين. بنبلش المحور التالي، اللبنانيون في أستراليا عينات على الأرض كيف يعيشون، ومنتابع بعض الملاحظات الأخرى حول موضوع الانتخاب، وإذا بدك تغير بلبنان من خلال الانتخاب شو بتغير. هذا عنوان المحور التالي.
في هون نص مليون لبناني، ما حرام يكون هالنص مليون لبناني بالسوريا. شيخوخة وضمان ما برجع الا ما يتغيروا الحكام اللي عندنا حتى ارجع يكون في امان اكثر. كل يوم بنقول بدنا ندب اغراضنا ونرجع لبنان، بس الوضع ما عم يسمح لنا ابدا. بحس بحنيه بعاطفه للبنان، بحس حياه حلوه بعاطفه للبنان، حنيه لبنان كثير حلو. لازم يوعوا بهالفتره ولازم يقدروا كمان جمال لبنان كبلد، ولازم ينظروا للبعيد، المصلحه العليا ومصلحه لبنان هي الاساس بالاخر، فخلونا نقدر نرجع والا بنضلنا مغتربين. باي لبنان، بنحبك يا لبنان وجايين لعندك. ايه ان شاء الله عطونا الامان نرجع كلمه. ايه ان شاء الله. طبعا الحنين ينتاب اللبنانيين ولكن عندهم ملاحظات، وهذا ما سنسمعه الآن من يعني هذه العينة الرائدة في الاغتراب الموجودة معنا بهذه الحلقة الأولى اليوم من جامعة سيدني. قبل ما تابع بدي أسمع يمكن الدكتور جمال والأستاذ داني والأستاذ عندهم تعليق، أستاذ حسين كمان على الشيء اللي ورد بأول فقرة، بس باختصار دكتور تفضل. جوهر العملية الديمقراطية أن الشعب يعبر عن آرائه عبر الممثلين تبعيته، إذا كان بده يدلل الأمر مثل ما هو فيهم يخليهم، إذا بده يغير فيه غير، الشعب هو بده يعبر عن الآراء. ما بنقدر نعمل قانون انتخابي بيجبر الإنسان أنه ينتخب بطريقة معينة ليكون في عنا الأوتكم النهاية معروفة، يعني الناس فيها تنتخب مين ما بدهم بدون ما حدا السياسيين يقدر يعرفوا مين بده يصير ينتخب. هذا كتير جوهر كتير، إذا بدهم يغيروا لازم يغيروا، بس لازم تكون الآلية الديمقراطية لازم تكون شفافة، ولازم تعطيهم الشعور إنه الصوت تبعهم it makes a difference. بالوقت الحاضر عم يعلبوا القصص بشكل إنه بدهم يعرفوا النتيجة النهائية شو هي. هذا اللي قالك الوزير بارود، لأنه ما بيقدروا صوت الاغتراب يضبطوا، هذا خوف أساسي. داني جعجع، أنا بدي بحب واجه رسالة لحزب الله من خلال موقفه بمجلس النواب اللي قلته بيتي، انه يكون لبناني وما يخاف من اللبناني بالانتشار، لانه اللبناني بالانتشار اللبناني بالصميم. يعني نحن بالنهايه بننتخب اللبناني مين ما كان يكون، حزب الله، امل، قوات، كتائب، مين ما كان يكون، نحن هذا اللي بننتخبه. بس يكون انت لبناني. انت بالتعبير معك يحكموا ضميرهم، يحكموا ضميرهم اللبنانيين، هن عم ينتخبوا، ويحاسبوا المسؤولين، ويحاسبوا المسؤولين. هاي خايفين صوتهم، خايفين من هذا الشيء. بس ما سيب، نحن مصدر قوه كنا بال 2006 وقت اجى الحرب على لبنان. نحن عملنا العجائب هون بقلب استراليا، نحن وقفنا مع الوطن، ونحن ما لازال بنوقف مع الوطن بغض النظر عن شيء. حزب الله مش لازم يخاف منا او من حدا. أنا هل هالشيء صحيح استاذ حسين؟ لا، بدي اوضح اول شيء نقطه بعمليه الانتماء. يعني انا قلت لما قلت عن الشبيبه ما لغيت انه ينتموا الى لبنان، ما عندهم الانتماء الى لبنان. انا قلت انتماء الى لبنان محدود بالزياره، برحله انبساط، بس ما عندهم تفاعل بالحياه اللبنانيه اليوميه. بحبوا لبنان جمعتين، بس حسين عندهم تفاعل كل يوم، بيقعدوا يتفرجوا التلفزيون والاخبار وكل شيء معنا كل يوم، بياكلوا تبوله، بياكلوا كبه، بيروح على كل يوم. بس لاقول لك القصه، المشكله هن عم يلاقوا حالهم انه الدوله منا عم ترعاهم ليشعروا هن مواطنين مثل ما احنا بنشعر. انا امبارح ما شيء بدي خالفك لانه ما بيعرفوا شيء عن الدوله اصلا، ولا نحن عارفين شو هي الدوله. انا بدي كفي بس عن اذنك في موضوع حزب الله. يعني أنا مش واجبي هون ولاني أنا مدافع عن حزب الله، بس ضمن التكتيكات اللبنانية اللي بتحصل دائما بين السياسيين، وعم بحكي كل السياسيين مش عم بستثني أحد، يعني حزب الله دخل يمكن من مدخل، ويمكن معالي الوزير هو ضليع في هذا الموضوع، إنه من حق المرشح أن يكون له الحرية في حملاته الانتخابية. صحيح. فأي عائق بهذا المستوى يمكن بيصير قابل للطعن. أنا عندي رد هون، ما فخمت الرئيس لأنه تفضلي بيتي. بعد فخامة الرئيس صار في حديث وجمع نواب من عند حزب الله، وأنا بشكره اليوم بهذا الإطار، ما فيني أقول أنه ما عمل جهود فخامة الرئيس، اجتمع مع نواب حزب الله، قال له النهار اللي بتوصل هيدي المرحلة ونثبت الحق وبتصير بحي لبلد، أنا مستعد أوقف معكم ووقف الانتخابات بالانتشار، بس ما فيني أنا أمنع اليوم هيدا الحق وإني قل له لأنه ما فيك تعمل. بقى خلينا نوصل لهديك المرحلة، نحن تبعناها للآخر، يعني تبعنا كل نايب بنايبه إذا هو مع هيدا الحق
ومضيين على عريضة لنلحقه للآخر لوين بده ممكن نعم. يوصل. رح أرجع طبعا، إذا بدك تغير شيء بلبنان أنت شو بتعتقد الأولوية من خلال قانون الانتخاب أو من خلال الانتخاب تقدر تغيره؟ شو هو الشيء اللي لازم تغيره بلبنان؟ أستاذ مارسيل، بعتقد أكتر شيء ملموس للمغترب هو الأمان بالبلد. أها. الأمان هي شو اللي بيخليك تخشى على الأمن بالبلد؟ قولة بصراحة أستاذ فادي، أنت وقت بتنزل بدك تاخد عائلتك وحضرتك شخص تنزل عطول على لبنان وعندك استثمارات بلبنان، شو اللي بيخليك أكتر شيء تخاف على الأمن؟ أول شيء في مشاكل عسكرية على الأرض، في مشاكل حتى صعب يصير بلبنان هلأ حالياً نهبة خطف وإجرام كبيرة. في بس هذي في منها بأستراليا خطف؟ بأستراليا ما بعتقد، مش لهالدرجة أبداً. هلأ نحن عم نحكي بصورة عامة أستاذ مارسيل، ما فينا كمان نظلم لبنان بهالطريقة، عم نحكي بصورة عامة. بصورة عامة بتحس بتلمس بعدم الاستقرار، بعدم الأمان. طبعاً مش كل البلد هيك ولا كل الناس بلبنان هيك بالطريقة، عم نحكي نحن بصورة عامة، خاصة هلأ بالمنطقة كلها كمان في عندك مشاكل عم تيجي على لبنان كمان. صحيح. هيدي كمان عم بتأدي لخوف للمغترب إنه يرجع. بقى الدولة اللبنانية عليها تشتغل أكتر لتأمن الأمان للبلد. بروفيسور خصين، إذا بدك تغيري بلبنان شو اللي بدك تغيري؟ شغلتين، أول شغلة النظام، وثاني شغلة يكونوا كلهم متساويين قدام القانون. حيالله حدا بده يعمل معاملة بالدولة اللبنانية مثل غيره تكون هينة وسهلة، والنظام إن كان بالسير ولا بالعمار، ما بدنا نقول كل واحد فاتح مثل ما هو بده على حسابه، بس يكون في نظام هو يلي عم يحكم كل العالم مثل ما موجود بأستراليا. لأن أستاذ مارسيل يلي عم ينزلوا هوليدي وكل العالم بتحب تنزل، مثل ما قالوا كله في انتماء، كله بحب لبنان، بحب طقس لبنان، أكل لبنان، الجو بلبنان، العيشة بلبنان، هيدا لا مفر منه. مزبوط، هيدي ثوابت وين ما بتروح بالاغتراب كلهم بيحكوك بزيت الحنين وبزيت الشوق انه ينزلوا لتحت. مثل ما سمعنا بالريبورتاج بينزلوا شهر شهرين بس ما بيقدروا يعيشوا، لا نظام فيه ولا الامن فيه ولا الامان فيه ولا المعاملات يلي الواحد اذا بده يعملها مين بيعرف مين بده يعمل واسطه وكيف بده يعرف. حلو كتير. استاذ داني، أنا بحب غير تفكير اللبناني اللي عم بينتخب. يعني بدي اللبناني مثل ما قلت ما ينتخب مشان إفادته الشخصية. نعم. ينتخب وطنياً. ينتخب على صعيد لبنان، ينتخب الدولة. نعم. ما ينتخب الشخص. الشخص اللي بيأمن له دولة، بيأمن له طموحه، اللي بيأمن له ما عود يطلع مجبور يطلع برات لبنان تيشتغل. اللي بيأمن له يوقف إنه يجيب العامل من برا يشتغل بلبنان بده ما يدفع ضريبة. اللي بيأمن له هو شو بده من الدولة. ينتخب هيدا الشغلة، ما ينتخب لأنه من بيت جعجع أو من بيت الخازن أو من بيت بارود. يأمن الشخص اللي بيأمن له طموحه، ينتخب مشروعه. مشكلة بلبنان بننتخب الشخص إذا دفعت لي قدام البيت أو إذا بدي روح أعمل. وهيدي أنا بيني وبينك عطول بعد فكر فيها، والسياسيين عندنا كتير سكاية. السياسي يعني يعمل مصلحته، أنه أنا بالنهاية عم نقدر أضحك على الشعب وقاعد على الكرسي، بس الشعب عم بيقدر يحاسبه ما عم يحاسبه. دكتور جمال، التغيير لازم الشعب يقوم فيه ليقدر يعبر عن نفسه بطريقه ديمقراطيه، انه اللي عم يمثله حقيقه وصح، ما كرمال مصلحه شخصيه وانيه مصلحه الوطن بشكل عام. استاذ انور، يعني تضج بالعناوين السياسيه وبالنقمه وبالثوره حضرتك وبافتتاحياتك بشكل دايم تتحدث في هذا الموضوع، بس قلت لي بدك تقطع رساله صغيره تتعلق بالمطران طرباي اللي موجه له طبعا كلنا سوا ألف مبروك وتحية. قبل ما تبلش بهالموضوع ما بعرف شو بدك تقول للمطران طرباي. قبل كل شيء بدي أقول إنه المطران طرباي رسالة بحد ذاته. نعم. اختياره من قبل الكرسي الرسولي إنجاز كبير للجالية اللبنانية ككل، مش بس حصرا للطائفة المارونية، لأنه ظاهرة بحد ذاته، رجل انفتاح أكاديمي، مشروع انفتاح كبير على كل الفئات بدون استنساب بين فئة لبنانية وأخرى. نعم. مواطن بالدرجة الأولى بالمواطنة لا أستراليا ولا لبنان، ومن ثم بالعمل الإنساني، رجل بالعمل الإنساني معروف عنه كتير. مشان هيك بنأمل من خلاله، وهو اختياره بدي لك يتناغم مع الإرشاد الرسولي الأول. الإرشاد الرسولي دعا إلى ما يعرف بالتجدد في الكنيسة المارونية أو الكنيسة الكاثوليكية ككل أو في الكنيسة المشرقية. نعم. عامة. دكتور جمال، عندك شيء تقوله بيتعلق بالدكتور؟ نعم. للحقيقة الجزء اللبناني الإسلامي من جاليتنا سعدت بتسمية المطران طرباي لأنه هو صوت الاعتدال،
نحن بالوقت الحاضر بدنا صوت الاعتدال هو ياخذ القوة الكبيرة وصوته الانفتاح، مثل ما هو تعين للطائفة المارونية. نحن انبسطنا كتير لأنه عم يمثلنا كلياتنا بغض النظر عن خلفيتنا الدينية. على كل حال دكتور جمال، أنا بسمح لي بدي أهنيك على الدور اللي لعبته حضرتك بالأعياد الماضية قدام بعض دعوات التطرف اللي طلعت هون بأستراليا، قدام الشيء اللي لعبته أنت لإعادة توحيد صفوف الجالية اللبنانية. صح. ولما حتى حدا يأخذ أي طائفة باتجاه التطرف. بدي أتوقف بأول المحور الثالث حول بروفايل جورج غسين من الوجوه البارزة بالجالية اللبنانية في سيدني، ومنرجع بعد منا منتابع بموضوع تغيير. يبدو بروفيسور غسين كمان عنده شيء تقوله بموضوع المطران طرباي. واضح أنه في إجماع على المطران طرباي في وسط هذه الجالية. بريك ونتابع. إرادة والده كانت بإرساله إلى جنوب إفريقيا هرباً من الحرب اللبنانية سنة 1975، لكن القدر والإرادة حملوه إلى سيدني ليصبح من كبار رجال الأعمال والاستثمارات في مجال الإنشاءات والمقاولات بأستراليا. أهم مشاريع الحلقة معروفة بأستراليا أنا عاملها. الحظ بيلعب دوره بالحياة أكيد، بس بدك تتعب، بدك تنتكي لحالك على نفسك، تكون صادق مع الناس ومع نفسك تفيك توصل. لبنان مثل الأم، مثل أم الشخص، فيك تنسي أمك. نحن وقت كل المغتربين بالعالم وقت بيطلعوا نتعلق بالبلد أكثر من أهل البلد، لأنه ساعتها منعرف قيمة البلد. سهرنا وما نمنا، اتطفنا مواسمنا، صرنا كتير تعبنا كتير والله بارك. يمن الله عطاني هالطوم، عطاني كل شيء بالدنيا. بوصيهم يكونوا صادقين واسمهم ما يفرطوا فيه، لأنه هذا رسمي لهم بالحياة. بحلم الله يعطيني الصحة، هلأ يعطيني العمر تضل مع هالولاد كم سنة وأمسط فيهم، وضل الله يعطيني النعمة ونعمة العطاء تفيني ساعد الفيني ساعده بالحياة. يعني تحياتنا لفادية وجورج حسين، وإن شاء الله دايما الحظ برفقهم والرب دايما يكون معهم. أستاذ أنور، حول التغيير، بدك تغير؟ بدي أغير طبعا، وأنا أدي التغيير. قبل كل شيء بدي أشكرك على السؤال اللي هو بحجم الوطن الحلم، مع أنه بالأوطان قيمة الأوطان ما في أحلام، بس نحن كمغتربين عنا حلم. أول شغلة بعملها ما بغيرك من موقعك مرسال، لأنك صوت المعدن صوت. الله يخليك. ولأنك أنت الظاهرة الدفاعية عن حرية التعبير، وأنا عم بقول هالكلام وجداني وصادق. تاني شي بدي أقولك شو بدي غير. أنا بعرفك أنك كل يوم جزء من صلاتك اليومية بتمر على أمك، بتبوس إيدها وبتاخد بركتها. بحق لنا نحن كمغتربين نرجع نبوس إيد أمنا اللي عنده طبخة مجدرة، عين عليها وعين على المفرق. يمكن ابنه يطلب من استراليا غفلة ودويات الجيعان. حلو كتير. أنا بتمنى أنه نرجع تأمنوا لنا السلام يا لبنانية، تنرجع نبوس إيد أمي، أو أنا بحالتي الخاصة ارجع حط لها وردي بيضة عقبرة توفت من مدي. صحيح. وجيزي. أنا بهمني وطن يكون للكل، مش كذبة تعايش وعيش مشترك. كذبة. إيه؟ اسمح لي أقول لك، ما يجري اليوم في لبنان على وقع المذهبية والفتنة التي تلوح في الأفق، نحن نعيش كذبة كبيرة. أنا بدي الوطن الدولي مش الدويلات. أنا بدي وين حس الدويلات؟ والحكومة ذاتها، حكومة الرئيس مئاتي، مع احترامي للرئيس مئاتي كشخص، كانت يعني الله يرحمها بس بعدها. نعم. كانت حكومات متعددة، حكومات لدويلات متعددة. نعم. أنا بدي دولة بسلاح واحد مرسال. أنا عايش في العالم الغربي، مش عم بحكي سياسي، ما بقدر فسر لأي مواطن أو لمسؤول إسترالي أو أمريكي أو صيني إنه بدولتي في سلاحين.
أنا بدي قرار الحرب والسلم بإيد الدولة. أنا بدي وقت بوصل على مطار بيروت أشعر إنه هيدي ثقافة الموت منشورة وين ما كان. أنا بدي ثقافة الحياة. لبنان عنده تاريخ، عنده يوسف بيك كرم، عنده جبران النابغة، بس كمان بدي حافظ على جبران الجديد. أنا جبران الشهيد القسم بدي حافظ على مي الشدياء. أنا بست إيدين بحياتي مرسال، ومش قنوع، إيد أمي وإيد مي الشدياء. وجهلها تحية لمي، وبدي وجهلها تحية. وقت اللي بست إيد مي الشدياء بقول لك بكل وجدانية وصدق بست إيد التجاعة، لأنه لو من إيد التجاعة لإيدي ولإيدك بتكتب، حلو كتير، ولإيدي ولإيدك بتفكر، ولإيدي ولإيدك بترتفع. هذا الشهيد اللي راح ولا الحي. أنا بدي لبنان ما يضل جهادي وتطرفي ومقاومي. نحن المقاومة ضد الإسرائيلي معه. إذا انتهى دوره فليكن لبنان المقاوم. أنا هذا لبنان اللي بحلم فيه. أنت هو بدك تغيرهم، بس هي قانون الانتخاب أو الانتخابات رح تقدر تغيرهم طالما هذا الجو السياسي. أنا مرسال بيرضونا بست مقاعد نيابية وبيضحكوا علينا بهالأمور هاي، ياخذوا المقاعد، نعم، يعطونا حقوقنا كمغتربين. ومثل ما صار الحديث بالأول، نحن علمانيين المغترب بأكثريتنا الساحة، ما منتطلع أنه بدنا ننتخب لهالحزب أو لذاك الحزب. نحن عم ننتخب لوطن، هذا الوطن الحلم اللي بدنا ننتخب له، هذا المطلوب منا والمطلوب منهم. أستاذ حسين، يعني بتوافقوا للأستاذ أنور على أحلام التغيير اللي طرحها؟ أنا بوافق كل حلم واقعي، يعني عم بيحلم يعني بشكل غير واقعي، يعني ما بحلم أنا بشيء وأنا عندي كل معرفة إنه صعب تحقيقه. ليش؟ لأنه نحن كشعب، يعني أنا دائما صريح، ويمكن معروف عنك هالشيء، نحكي شيء بالمجتمعات اللي من هالنوع، وبالداخل بنحكي شيء آخر. عندنا نحن ازدواجية في تفكيرنا، نعم، وأنا عم بحكي عن نفسي بالأول، يعني ما عم بحكي عن ليه. عندنا وجهين، عندنا موقفين سياسيين، عندنا موقفين تجاه الوطن. يعني حتى ما هيدا اللي عم بيقوله أبسط الأمور، إنه خلينا نطل بلهجة واحدة بخطاب واحد عظيم. نبدأ بالممكن ومننتقل إلى الممكن أكثر إلى الممكن أكثر إلى الممكن أكثر. رحلة الألف ميل بتبدأ خبطوي، ما بتبدأ من رأس الهرم. إذا تبدأ بالتخيير بمجلس النواب، أنا برأيي، لأنه مجلس النواب هو الأساس. مجلس النواب هو الأساس الذي يقر مستقبل الوطن، لأنه من خلال مجلس النواب تولد الحكومات ورئاسة الجمهورية. لتقوم بهذا التغيير بمجلس النواب لازم تكون في عندك عملية ديمقراطية بتمثل آراء الشعب كلياتها. هلأ لا، أنا عمول بالتغيير بالعقلية اللي عم تدير الوطن، لأنه لا يقولوا أنه بدنا 6 أشخاص من المغتربين ليمثلوا كل الاغتراب، هيدي إهانة. نحن بدنا نشتغل كمواطنين إستراليين بغض النظر عن هيدي مش بالمشروع، هذا مشروع، بلا بالمشروع هي بس سحبوه مشروع وانسحب من بعد ما عمل حمله. ما لك داني خلي ما بيمثل الوزير بارون الغايات تبعيتنا مع علي الوزير، هذا مشروع ابدا، هذا مشروع مات بمهده بعدين. ايوه نحن في قانون قائم مش عم يطبق، ليه بدنا نعمل قانون جديد بعد في قانون ما طبقناه؟ لانه العقليه الموجوده بموضوع التغيير. بموضوع التغيير صح، عندي استنتاجين. اول استنتاج انه اللي عم بيطالبوا فيه الكل هي بديهيات، صحيح. ما بقى في ولا دولة تحكي فيها بالعالم، صحيح. يوم كل العالم بيحكي بتحسين نوعية الحياة، بيحكي بأنه يروح على ضمان شيخوخة أفضل، نحن عم نحكي بالحق بالحياة بعدنا، هذا اللي سمعته، بالحق بالاستقرار، الأمن، الأمني، الأمن. هي بديهيات، يعني هي صحيح. ما بعتقد فيك تقول أنه أنت موجود بدولة إذا مش عم تقدم لك هالحد الأدنى يلي هو أمن، يلي هو نظام، استقرار اجتماعي، يلي هو احتضان، يلي هو قدمهم يكون عندك مرجعيات مستقلة بالمعنى الحقيقي للكلمة، بالمعنى الموضوعي، تاخذ البلد باللي عم بيقوله دكتور ريفي، انه كيف انت بتغير عقلية؟ ما فيك تغير عقلية بقرار مجلس وزراء، ما بتغير عقلية بانه هيك بتغير العقليات بممارسات اجرائية، باشياء ما بدنا نخترع المي السخنة كل مرة. في غير دول سبقتنا عليها، نعم، عملت هيدا النظام يلي سمح انه النظام الانتخابي يكون بحدود كبيرة بعيد قدر الامكان عن الاهواء السياسيه المباشره. بيقول لك احيانا الحكومه منا موافقه على اللي بتعمله الهيئه المستقله، بتروح على المحكمه العليا، ما بتروح على الشارع. راح اتوقف مع حديث على هامش زيارته الى استراليا للواء اشرف ريفي، بيختم في هذا المحور وبنختم ببريك اعلاني.
كانت زيارتي الأولى وقت اللي تشرفت بمرافقة فخامة الرئيس بزيارته لسيدني لأستراليا، وكانت أول رئيس جمهورية بيزور الجالية اللبنانية بإستراليا وبيزور إحدى الدول اللي فيها جاليات ضخمة وكبرى الحقيقة. يومتها شعرت أنه في عدد ضخم جدا من اللبنانيين وخاصة بمنطقة نيو ساوث ويلز اللي هي بسيدني، العدد مش بس أنه أو الجالية قدراتها ما كانت بالعدد فقط لغير، إنما بالتفاعل والانطلاقة للعب الدور سواء بالاندماج بالمجتمع الأسترالي أو لتلعب دورها خلال هذا المجتمع. اليوم وقت اللي أنا تركت وظيفة كولام داخلي، تركت المهمة أو انهيت مهمتي الأمنية، كان لابد ما أنه أعمل فترة انتقالية للانتقال من العمل الأمني أو العسكري للعمل العام أو الوطني. منه مشروط بالترشيح أو بموقع معين الحقيقة، أكيد مش راح أقعد ببيتي، ومني بزنسمان، يعني أنا بطبعي مني رجل أعمال ولا بحب الأعمال نهائيا، سأنتقل للعمل العام وهون مفتوح على كل احتمالاتها. اليوم الكل بيزوروا سيدني بشكل خاص أو استراليا بشكل عام بيشعر أنه في دينامية كبرى عند اللبنانيين بالخارج، ارتباطهم بوطنهم ما زال قوي وما زال أنظرهم إلى الوضع اللبناني، بيتابعوا كل تفاصيله، بيتابعوا كل قضاياه، بيتابعوا كل أموره، وبشكله إلى حد ما شبه مظلة أمان للبنان سواء اقتصاديا أو حتى سياسيا. أنا برأيي لا يجوز أن نغفل هذه الطاقة ونعطيها حقها أنه تمثل سواء بالندوة البرلمانية أو باللعبة السياسية اللبنانية. بكل أسف اليوم كل بلبنان كل الأطراف بيحسبوها على حساباتهم على قياساتهم الشخصية، وهذا لا يجوز. آخر شيء، هال أولادنا، هال لبنانيين مثل مثلهم، وهال طاقة كبرى للوطن. مصر أقول أنه أنا أطبق القانون بكل احترام، أنا أطبق إحدى شرائع الحياة، ما حدا منا باقي إلى الأبد، كلنا زائلين، كل المفروض نسلم الرأي للجيل الثاني والجيل الثاني بسلم الرأي للجيل الثالث، أمر طبيعي جدا. مشان هيك أنا غادرت مرتاح الضمير، مش متردد بدون تردد نهائيا. وأصل إلى المحور الأخير من هذه الحلقة من سيدني من أستراليا من جامعة سيدني. بلش هذا المحور بتقرير حول المؤسسة المارونية للانتشار، دور هذه المؤسسة اللي مثل ما عرفنا بالتقرير أنه راح يصير اسمها المؤسسة المسيحية للانتشار. ماذا تقوم به هذه المؤسسة؟ تقرير فيليب أبو زيد على الأرض. المؤسسة المارونية للانتشار تغير اسمها اليوم إلى المؤسسة المسيحية بعد ما توسع دورها ببلاد الانتشار ليشمل كل المسيحيين بالخارج. زرنا مكتب المؤسسة بسيدني للوقوف عن كيفية سير العمل. دور المؤسسة إنها تشجع تسجيل كل المغترب اللبناني الموجود بالانتشار، تقدر تسهل له التسجيل بالاتفاق مع المنصليات والسفارات الموجودين بالبلد. أكيد نحن مش هدفنا الانتخابات، بس نحن هدفنا أكيد أنه نقدر نسهل كل واحد بالتسجيل تيقدر يرجع إذا كان يسترجع جنسيته اللبنانية اللي له حق فيها. أول شغلة، وشغلة تانية أنه نحن نقدر نسهل له الأشياء القانونية. نحن كمؤسسة بناخد الوريق، منعمل تشيك أب عليهم، منحطهم حد حسب المتطلبات القانونية والأصول يلي بدها تصير، ومنسهلهم نبعتهم أو على القنصلية أو على السفارة. بحب حي بهالمناسبة معي الوزير ميشيل إدي يلي كان سباق بهالفكرة، والله يرحمه أنطوان شويري، وهلأ عم بكفي مع مدام طوز شويري. وبدي أقول مدام هيام بستاني يعطيها ألف عافية على الشغل اللي عم تعمله، لكل مجلس الأمناء. طبعا يعطيك ألف عافية بروفيسور. باختصار شديد، قديش بتعتقدي الدولة أنتوا عم تساعدوها بهذا العمل؟ نحن عم نساعد شغلتين، الدولة والشعب. نحن مغتربين عم ساعدون وعم نعمل شوي دور الدولة. كيف يعني؟ شوي كتير. شوي؟
تقريبا يعني من خلالك بدنا نوجه تحيه لمعالي الوزير قدي ميشيل قدي لروز الشويري لكل هالناس اللي اشتغلوا بهذه المؤسسه لحتى تكون فعلا ناجحه مش بس هون يعني مطرح ما بتكون هذه المؤسسه عم بتقوم فعلا بدور بديل عن الدوله 100% مارسيل وهيدا جزء من التغيير يعني بتقدر تقول اذا عم تحكي عن التغيير هيدي جزء من التغيير وهون مثل ما قال فادي مشكورين اللبنانية يلي كمان عم بعينهم على المغتربين مش عم بحكي كدولة كأشخاص مثل يلي ذكرتهم بهمهم كثير المغتربين بهم يدل المغتربين انه انتماء مشان هيك هالمؤسسة كانت مؤسسة مارونية للانتشار وفكرة كثير مهمة تصارت هلا مؤسسة مسيحية لأنه تبين لنا استاذ مارسيل من طريقة التعاطي والتسجيل انه منا حكر على الموارنة هي كمؤسسة لكل المسيحية بكل طوايفهم لأنه الهدف تبعهم بس أنه نرجع نعيد التوازن الديموغرافي يلي نحن بحاجة لقلو تيدل لبنان قائم على شيء اسمه توازن ديموغرافي أول بتصير شيء. مؤسسة لبنانية للانتشار إن شاء الله بتصير مؤسسة لبنانية للانتشار فادي زوقي سجلت ولادك؟ ايه أكيد ليش؟ أولا طبعا محبة بلبنان ونحن اللبنانية الأصل ما فينا ننسى جذورنا وبتمنى انه اولادي يوما ما يكون عندهم تواصل بين لبنان وبين استراليا ويكون لهم كمان حق اهلهم وجدودهم بلبنان خلينا بس فوت على بس بدي موضوع مشاكل لبنانيه بدي فوت من شيء اللي بلشت فيه استاذ انور واللي تم التحضير معك قبل بوقت عبر زميلنا فيليب يعني سنه الماضيه اثناء لما ظهر الفيلم المسيء للاسلام كان في دور للبنانيين بهذه المظاهرات اللي صارت ببعاصي العالم واساءت الى دور وصوره اللبنانيين هنا هل تعتقد من السهل اعاده يعني تلميع هذه الصوره لانه صوره اللبنانيين جزء منها باستراليا لا تزال صوره يشوبها الكثير من علامات الاستفهام للاسف جيلي بشكل عام مارسيل جيلي فخوره بانتمائها وجذورها للبنان بالوقت ذاته فخوره جدا بانتمائها ووفائها لأستراليا مع الولاء الكامل صحيح إنما في بعض الأحيان تمر فترات وخضات بتسيء إلى الجالية اللبنانية أو بتسيء إلى الهدف اللي قام فيه فريق معين بقضية معينة على سبيل المثال فيلم براءة المسلمين نحن بنعرف إنه بمغازي قتلوا السفير ستيفنز صحيح كريس ستيفنز بإستراليا قتلوا الهدف من تظاهرتهم وانقلبت الأمور عكسي جدا جدا دكتور جمال من سبتمبر 11 نحن عم نعاني انه الاعلام الغربي عم يسلط الضوء على كل الشغلات السلبيه اللي موجوده فينا ان كنا عرب لبنانيين او مسلمين بشكل عام يعني اعطاهم سلاح بايدهم رجع صح بس شو اللي عم نعمل نحن خلال هيدي التجربه القيادات الواعيه والمعتدله صار في عندها خبره كتير بطريقه التعامل وشو لازم تتعامل ونحن في صراع داخلي ما بين الصوت المتطرف والصوت المعتدل عم نخلي الصوت المعتدل هو اللي ياخد القوة ليمثل هيدي الجالية بشكل عام إن كان إسلامي أو مسيحي خلال السنة الماضية وقت صارت المظاهرة بقلب سيدني لقينا في هناك جالية الإسلامية كلياتها بغض النظر قامت اجتمعت كلياتها ضد هالناس اللي طلعوا وتظاهروا لأن بيمثلوا جزء بسيط ما بدنا هالجزء البسيط اللي هو يكون عم يعبر عن صوتنا وقدرنا سكتنيهم وقدرنا قلنا ان هن اساءوا للاسلام اكثر من اي شيء وحاولنا نعمل جهدنا انه ما تنعاد ابدا ابدا من خلال شغلات عمليه على الارض بروجرامز لحتى انه ما تصير لانه عمليه غسل الدماغ وعمليه الانعزال من قبل بعض المتطرفين مثل الاسير وغيره نحن عم نشتغل عليه على الارض انه ما تصير عنا يعني شكرا على هذا الدور دكتور جمال استاذ داني جعجع شو ابرز المشاكل بتعتقد بتواجه اللبنانيين اليوم باستراليا أنا برأيي العادات عندنا عادات استرالية عم بيعلمون لأولادنا اللي عم بيخلقوا هون العادات هايدي عم بتأثر على مجتمعنا اللبناني يعني أنا بدي أحكي بمشكلة قبل المشكلة اللي صارت هايدي مشكلة البايكيز سئبت واحد من هالبايكيز لبناني بوقتها قاموا لقيامة على اللبنانية خيي طيب هاللبناني البايكيز نحن ما عنا إياها بلبنان شو البايكيز؟ اجوا علمونا ابنا هيدي الشغلة عصابات الدراجات عصابات الدراجات هل يا ترى مانشيرو وغيره بس نحن ما لنا علاقة فيها نحن اليوم يعني قصدك تقول انه هذا المجتمع الاسترالي هو اللي علم ابنه ايه عم بيعلمنا اولادنا شغلات ما بتسوى وما أوكي. بس هيك بعدين صاروا عملوا شغلة منهم فيها بيجوا بتهمونا نحن فيها انا في عندي شغلة هذا الاعلام الغربي بتوحيدنا فينا نعمل كثير شغلات صح
صحيح. يعني اليوم الاسترالي وقت بيشوف ماري بشير ما بينعتها باللبنانيه، ما بيقول لها انت لبنانيه، بيعملها استراليه لانه ماري بشير حاكمه الولايه. وقت بشوف ستيف براكس رئيس الحكومه بملبن ما بيقول له انت لبناني، بيقول له انت استرالي. بياخذ المنيح بس عملوا شيء غلط استرالي، والشغله اللي هو علمها لاولاده بيعملها في لبناني. صحيح. نحن لازم نتوحد تنقدر نقوم هذا الشيء. استاذ حسين، يعني انا برجع ما بدي اكون سلبي جدا، بس برجع للاساس. الاساس انا يعني لما ابني بيظهر وبيرجع الساعه 12 بالليل وما بيسالوا وين كنت، نعم، وين المشكله صارت؟ هل المشكله بالمجتمع الاسترالي اللي علم لنا ولادنا بالبايكز وصاروا هن يعملوا مثلهم؟ وللمعلومات يعني هلا يمكن انا بدي خاف على حياتي لانه هدول البايكز كثير عنصر، معظم البايكز الموجودين هلا لبنانيين، ايه معظمهم، وهيدي بسجلات موثقه. خلينا نكون واضحين ونلتزم نحن مبدئيا من القاعده من الاساس من البيت لننطلق الى الاكبر الى الوطن. استاذ فادي، هل بهالسهوله الحفاظ على هذه الجذور والعادات بمجتمع الأد كبير مثل المجتمع الاسرائيلي؟ شو ابرز المشاكل باختصار شديد؟ أوكي. استاذ مارسيل، اول شيء كانت الامور اصعب بكثير بالثمانينات وبالسبعينات، ولبنان كان عم يعاني حرب اهليه، وكان طبعا كل اسرائيلي يحضر هذا البرنامج السوري عم يعطي صوره بشعه كثير عن لبنان. هيدي الامور تخضيناها من وراء الجاليه اللبنانيه الموجوده حاليا، ومن الناس اللي بالفعل عم بيترقصوا فيها ناجحين مثلك على كل حال، يعني عم نعطي صوره كثير احسن عن اللبنانيين. من ناحيه انه الاعلام الاسترالي طبعا له بيلعب دور كبير نشاطات اللبنانيه البوزيتيف او النيجاتيف. هلا طبعا اذا كان حدا من اصل لبناني وصل على درجه طبعا بيعتبروا استرالي، واذا عمل اي نوع من الاجرام او الجنائيات بيقولوا عنه لبناني. مزبوط، هذا شيء وارد، ولكن علينا نحن كلبنانيين نعيش بهالبلد، نكون مثاليين للاستراليين عن الشعب اللبناني الاصيل، ونحن علينا واجبات نحن ننور الاسترالي عن الطريقه الصحيحه اللبناني اللي بيعيشها بلبنان، وشو هو اللبناني. ما هو البلد الحضاره، بلد العلم، بلد الفهم. مش يعني انه عرضنا حروب غيرنا صرنا نحن يعني مجرمين نحن مش اوادم. لا من لا خلينا نكون بصوره عامه استاذ مرسي، نحن مش اوادم، لا بعد في كتير نفسنا مرسي بعد. صحيح. في كتير بلبنان اوادم، وفي كتير من الجاليه اللبنانيه اوادم هون. الاقليه يلي هن عم بيسيطروا على الاعلام وعم بيسيطروا على الصوره البشعه. شكرا استاذ فادي. اخيرا بروفيسور حسين، شغلتين. اول شغل استاذ مارسيل، هو انه العيال اللبنانيه يلي بعدها محافظه على تقاليدها بطريقه المحافظه والتقاليد، بيكبر الشاب ما بيعرف حاله اذا هو منتمي للمجتمع الاسترالي او منتمي للمجتمع اللبناني، وهيدي اكثر العيال يلي عم تلاقيها سكيزوفرينيا البيلونجينج، ولمين بينتمي، لاي شغله، لهون ولا لهونيكي. هيدي لا. لانه في كثير مثلا بعض كثير عيال لبنانيه بتشوف حالك فيهم متحفظين متشددين عاد غير المجتمع الاسترالي بالمدارس كيف عم يتعاطوا مع بعضهم. وهي اللي عم اقول لك اياها وقت الايه الاستاذ انور مشان ابونا طرباي اللي اجى، هو انه التغيير بده يبلش بالشباب تبعنا. استاذه بيتي، يعني من خلال العينات اللي شفتيها، يعني شو بتعتقدي مشكله اساسيه يعني بعد ما اللي اختبرتيه يعيشوها اللبنانيون هنا؟ انا بلاقي انه هن صحيح ومع حق الاختلاف، بس موحدين كلهم على شيء اسمه مؤسسات ودوله. يعني ما شفتوا ولا صوت اليوم ما عم بيطالب الا بالمؤسسه وبالدوله يلي هو كتير اساسي، وما في ولا صوت سمعت كمان ما عم بيطالب اذا ما نحكي انت بالصوت المعتدل. نعم. الصوت المسيحي المعتدل والشيعي المعتدل والسني المعتدل. شكرا معالي الوزير. اخيرا يعني بختام هذه الحلقه الاولى من سيدني، شو تعليقك، شو امكانيات يعني احداث هذا التغيير قدام هؤلاء، هذه المشاكل اللي عم بيعيشوها هنا وهذه الاشكاليات اللي عم بيعيشوها بعلاقتهم مع لبنان؟ في مشاكل بالفردي، بس في حلول بالمشترك. فرديا كل واحد عنده المعاناه، بس حلولها عم بتكون اما من خلال جمعيات عم تسعى ل مش تحل محل الدوله، تغطي فراغ، تعبي في في الطبيعه ما بتحمل الفراغ، في فراغ حدا بده يعبيه، في جمعيات عم تعبي، في اشخاص عم بيسعوا عم بيجربوا، في نجاحات بالاغتراب، في نعم في اخفاقات بمطارح مثل بالداخل اللبناني، مش كله ناجح، مش كله ادمي، مش كله منيح، بس في صوره حلوه للانتشار اللبناني لازم نحافظ عليها، في اولويه لازم تنعطى لهذا الانتشار تيكون شاعر انه هو جزء من المعادله، مش نمد ايدنا عليه وقت اللي وقت منعوزه مصاري او وقت منعوزه، خلي يكون جزء من سياساتنا العامه
ويكون جزء من قناعاتنا. انا ما بعتقد بدها مجامله القصه، بدها مش بالسياسه لعبه مصالح، من مصلحه لبنان، من مصلحه لبنان والدوله اللبنانيه انه يكون الاقتراب جزء اساسي من حركتها ومن ديناميتها. استاذ مارسيل تسمح لي تفضل لانه خلص الوقت. بس بدك انا بدي اوجه نداء من خلالك اليوم، بعد الحرب العالميه الثانيه الغرب طيب من جراح الحرب اللي راح فيها 52 مليون قتيل، قام بمشروعين، مشروع مارشل لإعادة بناء الحجر ومشروع يعرف بتنقية الذاكرة. احنا من عيد بناء لبنان كمغتربين وينقوا الذاكرة بلبنان لدمل الخلافات الموجودة بيناتهم، ونحن على استعداد. وأنا بدي ردد كلام منسوب للشيخ أمين الجبير فخامة الرئيس مرة، قال أعطونا السلام وخذوا ما يرش العالم. أنا بدي أقول أعطونا حقوقنا وخذوا ما ينقص لبنان. دايما نختم مع هذا الكلام الحلو للأستاذ أنور حرب. أنا بدي أشكر كل اللي تابعونا بهذه الحلقة، بدي أشكر هذه الوجوه البارزة من جاليتنا في أستراليا، بدي أشكر معالي الأستاذ بارود ست بيتي هندي على المشاركة في هذه الحلقة، الجمعية والمؤسسة اللبنانية الأسترالية مع البروفيسور غسان على كل الجهود اللي قامت فيها معنا هنا، الزميل محمد زكريا وزميل فيليب أبو زيد اللي كانوا معنا طوال هذه الفترة هنا في أستراليا. تصبحوا على ألف خير.